لكل شخص حب يشوف فن التربية من منظور آخر، وخاصة بالمجتمعات الغربية. ما فيني إلا اسمع الحلقة للأخير، أكيد رح تستفيد من بيان ومن تجربتها مع أطفالها، وطبعا كمان من تجربتها من خلال دراستها. أتمنى لكم استماع لطيف. خلينا نبلش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني. أنا عامر، واليوم الحلقة خليني أكون صادق معكم. أنا بهذا اليوم يعني كتير كتير مبسوط، لأنه بيوم واحد قدرت سجل حلقة مع شخصين بيشتغلوا بمجال التربية، شخص من المغرب والشخص الثاني من سوريا. وأنا هلأ مع هذا الشخص اللي من سوريا، اللي هو إنسانة، وأنا حابب أشرح عنها مثل ما هي، مثل ما أنا بشوفها. ضيفتي اليوم ما بتحب تحدد وتسأل الأشخاص عن معتقداتهم أو دياناتهم أو شو المدة اللي أضوها بتعلم شيء معين، لأنها بتآمن بالإنسان كإنسان بغض النظر عن معتقده ودينه وبشرة جلده، ولأنه كل شخص مننا كما هي بتقول عنده وضع مختلف، وما فينا نعمم تجربة شخص على باقي الأشخاص. لهوفة للتعلم، أم بتحب تحفيز الآخرين، وهدفها بالحياة بناء مجتمع يستطيع فيه الجميع العيش برقي، سلام ومحبة. هي شقت طريقها بألمانيا وهلأ عم تدرس تربية، وبأثناء تسجيلنا كمان للحلقة انقبلت لعمل الماجستير. فألف ألف مبروك وأهلا وسهلا فيكي بيان، وشكرا لقبولك الدعوة بعربي ألماني. شكرا كثير لك عامر، الله يبارك فيك. صح، اليوم وصلني خبر قبولي بالماجستير بالجامعة اللي قدمت فيها. صراحة أنا قدمت بجامعتين ووصلني القبول من التنتين، لكن قلبي وظروفي حتى كانت ميالة لوحدة منهم وتأخرت لليوم علي. واليوم وصل الخبر، فأنا كتير سعيدة، ويمكن بحق لي أنه تكون سعادتي مضاعفة أنه وصل الخبر اليوم وأني عم بعمل معك المقابلة. ممتنة كمان جدا لهالمقدمة، فاجأتني فيها صراحة، وإن شاء الله يعني يكون وقت لطيف لكل اللي عم يسمعونا. إن شاء الله، أنا متأكد من هذا الشيء، وبخلال الحلقة أكيد هن رح يعرفوا أنه أو رح يستفادوا بشكل كتير كبير من الحلقة. بيان، تخيلي معي أنه أنت هلأ بحفل شواء معزومة عليه، وكل اللي بالحفل ما بيعرفوكي، وبيجي شخص لعندك أو إنسانة وبتسألك مين أنت، فكيف تعرف بيان عن نفسها على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد العملي، وعلى الصعيد الشخصي؟ اسمي بيان، وكل حدا له من اسمه نصيب، ودائما بكثير من الاحيان خصوصي لما بكون بمكان يعني غالبا الناس ما بتحكي فيه اللغه العربيه، فبحاول بمجرد ما اعرف عن اسمي او اقول اسمي اني اقول على طول معناته، وكلياتهم بيقولوا لي انه عن جد لك من اسمك نصيب بموضوع الوضوح. يعني يعني غالبا انه بتكون شخصيتي جدا واضحه. سورية، متزوجة وعايشة مع عائلتي الصغيرة بمدينة كتير حلوة ورائقة بشمال ألمانيا. عم بدرس تربية مثل ما أنت حكيت. هلأ أنا بآخر زمستر بالباتشلر، عم بكتب رسالة التخرج تبعي، وقدمت الحمد لله للماجستير وانقبلت، ورح أبدأ إن شاء الله بأكتوبر طالبة ماجستير بمجال التربية، واختصاصي إن شاء الله رح يكون البيلدونجز مانجمنت، اللي هو له علاقة بإدارة المنشآت التعليمية، له علاقة بتعليم البالغين أكثر من موضوع يعني الأطفال. يعني غالباً لما نحكي نحن أنه دراسة التربية، حتى صديقاتي اللي بحب استخدم هذا اللفظ، صديقاتي على الصفحة لما بيسألوني أنه دارسة تربية، وأنا بحب كمان أتعامل مع الأطفال، فدائما بحب أني أقول لهم أنه لا، موضوع التربية بألمانيا أكبر بكتير من أنه فقط هو تربية الأطفال، هو جدا جدا متشعب وجدا ممتع. فمجالي فيه هو تعليم البالغين، كيف أقدم ورش عمل للبالغين، كيف ممكن أني أعمل
يعني مشروع من الألف إلى الياء بالبادجت تبعه، بالإعلانات اللي عليه، كيف أعمل الباوزة تبعه، كيف إذا كان يعني كيف حتى قيم المبلغ المحدد لأشخاص حابين يحضروا هذا الوركشوب. شو كمان؟ وإله علاقة طبعاً بإدارة المنشآت التعليمية بشكل خاص، يعني غالباً إن شاء الله يكون منصب إداري، وأنا بتطلع على هالشي. وهالشي ما بيمنع أنه أنا خضت بكتير مواضيع تانية إلها علاقة بالتربية، مثل يعني خاصة موضوع العنصرية، موضوع الهجرة، مواضيع الإسلام، التمييز العنصري، موضوع الأحكام المسبقة، تعدد اللغة، تعدد الهوية. هاي القصص يعني تقريباً كلياتها درست عنها، واختصيت بأكتر موضوع كان يعني كتير لامسوني، وأكتر شيء هو موضوع الميديا، يعني كيف تتعامل ميديا الألمانية مثلاً مع موضوع الهجرة، مع موضوع الإسلام، مع موضوع المحجبات وغيرها. لكن لما سبحان الله الواحد بيتعرف أكثر على المحيط اللي هو عايش فيه، لما بيعرف شو التوجهات الموجودة، فغالباً بيختار طريقه، وأنا إن شاء الله اخترت طريقي بموضوع البيلدنس مانجمنت. أنا ذكرت كمان بالمقدمة أنه أنت أم، ممكن تشرحي لنا بشكل مبسط وصغير كم طفل عندك، قديش أعمارهم، هالشغلات هاي؟ أكيد. يمكن هذا أكثر سؤال زيس رح يكون بكل مقابلة. أنا ماما لغنى وبانا، غنى عمرها 11 سنة وبانا عمرها 5 سنين. غنى هلأ إن شاء الله رح تدخل على الصف السادس، وبنبون بالروضة، والتنتين يعني مالين علي حياتي، أو مالين علينا حياتنا كلياتنا يعني كعائلة. بتحبي تقولي لنا قديش عمرك؟ ايه اكيد، ليش لا، من شهر احتفلت بعيد ميلادي 30. ان شاء الله الف مبروك، يعني مواليد 90. يس. العمر كله ان شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. بيان، بصراحه انا اللي لفت نظري عده اشياء، ولكن في شغله كتير هيك لفتت نظري بشكل كتير كبير، واللي هي وقت انا سالتك بيان انت من وين؟ من سوريا. عم انت قلتي لي بكل جرأة وبكل رحابة صدر كمان انه انت ما بتحبي تحددي الاشخاص من وين بيجوا، لانه انت بالنسبة لك الشخص بتشوفيه انت كإنسان بغض النظر، مثل ما انا قلت بالمقدمة. فممكن توضحي لي وتوضحي للناس الباقيين ليش انت هيك بتفكري، وبنفس الوقت شو اللي وصلك انه تفكري بهي الطريقة؟ هلا اول شيء لكون كتير صريحه، انا مالي ابدا ضد انه شخص يعرف انا من وين، مثلا من سوريا، او قديش، حتى مثل ما انت قلت، قديش صار لي بالمانيا، او مثلا قديش صار لي عم بتعلم لغه معينه، او قديش صار لي عم عافر بموضوع معين. ابدا مو خطا انه الاخرين يتعرفوا علينا او نحن نتعرف على الاخرين، لكن المهم انه يكون هذا الشيء مريح. كل حدا فينا وين ما كان عايش بالعالم، ربي بمجتمع معين بزمان ومكان معينين، فربي وتعلم صور نمطية معينة بتساعده يعيش بالعالم. يعني بيساعدني أعرف إنه إذا ست محجبة معناتها مسلمة، إذا بيحكي عربي معناتها هو جاي من بلد عربي. إذا هاي الأمور بتسهل علينا التعرف للعالم. لكن أحياناً لما بتزيد هاي الأمور عن حدها بتتحول لشيء اسمه أحكام مسبقة. الأحكام المسبقة غالباً بتكون سلبية، مثل مثلاً الفكرة اللي مأخوذة عن السيدات المحجبات إنه هن غير مثقفات أو غير متعلمات أو. مو غلط إنه إذا الست شافتني محجبة إنه تعرف إني، أو تحط ببال إنه محجبة معناتها مسلمة، لكن الغلط إنه هي تتمادى بالأحكام المسبقة لحتى تقول أكيد ما لها متعلمة، أو أكيد مثلاً مضطهدة من الرجل المسلم، سواء كان أبوه أو أخوه أو. بحب إنه إذا حدا تعرف علي يسألني شو بتحبي تقرأي كتب، شو بتشوفي أفلام، شو بتسمعي موسيقى، شو بتحكي لغات، شو شغفك، شو المدينة اللي بتحبيها، وبس لحتى نتعرف على بعض أكثر ونقضي، يعني تكون انكسرت الحواجز وتعرف الشخص علي من جوا، فأنا أكيد ما عندي مشكلة أني أقول أني أنا جاية من مدينة دمشق. هاي الفكرة. لكن يعني أنا نفسي مريت بكتير مواقف، في موقف بالفعل جدا مضحك، إنه شخص يعني سيدة شافتني مرة وهون بألمانيا، كانت ما بتعرف اسمي، التقينا فينا نقول مثل ما أنت قلت بالبداية بحفل شواء، فعرفت أني شامية، فتوجهت لابنه وقالت له لا 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 لا، الشاميات كتير قوية، ما رح أخطب لك.
قبل ما تعرف اسمي، قبل اي تفصيل عني مباشره. فهي اللي يعني اللي بيسموها بالالماني الفاو تايلي اللي موجوده بدماغنا، اذا بدنا نتركها تسيرنا بنخرب العالم. اوكي يعني اكيد هي حره ما تخطب له تطفل، بس تخيل انه انا يكون معي موضوع اعقد من هيك. يعني لما حدا بيقول لك انه جاي من العراق فمباشره بيخطر لك السؤال انه انت سني ولا شيعي، اذا لبناني فانه انت مسيحي ولا مسلم، اذا سوري فانه انت من اي مدينه، واذا من اي عرفت. وبتتدرج القصص لحتى حاول انه مثل ما يعني مثل ما بيقولوا بالالماني انه انا عندي شو بلاد معينه بدماغي وانا عم بلش حط العالم فيها. هذول الدروج كثير بيزعجني. تماما الدروج تماما. فهذا الشيء بيضايقني، يعني بيضايقني انه وحده اول ما تجي يعني مثلا حدا ما يعني ما في اي علاقه، ما في اي تواصل، انه يعني ممكن يعني انا بحب حتى انه اذا عالم عم بتعرف عليها انه اتركهم يعرفوا عن حالهم بالطريقه اللي هن بحبوها. يعني بقول لها احكي لي عن حالك او طمنيني عنك، يعني حتى اذا مثلا حتى لو انا بعرفها ما راح اسالها عن موضوع معين. بحب انه الشخص اذا كان عم يتعامل معي يتعامل بحرية كما أنا بحب أن يكون بحريتي. وبتخيل أنه جزء كبير من هاي الحرية نتعلم أنه نقول لا بلطف، بس أنه هي حقنا. يعني في يقول لا بلطف وجيبها بطريقة تانية أنه أنا بجوز هالموضوع ما بيناسبني أو أنه أنا تماما ما بحب أحكي عنه وغير ذلك. تمام. يعني أنا بصراحة هذا الشيء اللي خلاني أحس أنه أنت إنسان بتعرفي تماما شو الشيء اللي بدك. يا أنت قلتي لي لا، ولكن قلتيها بطريقة قدرت اتقبلها بصدر رحب، لأنه كانت مو هي اللا تبع الصد، وبنفس الوقت خلص انت ما بدك ابدا. يعني انت عملتي لي هي مثل ما بيقولوا البلوكاد، يعني سكرتي كل شيء وخلص ما عاد بدك تحكي معي. وانما انت قلتي لي انا ما بحب احكي هذا الشيء لأنه هذا الشيء بيحدد من ذاتي وانا انسان بالنهاية، فتعامل معي كأني انسان. فيعني رأيك وكيف أنت بتتحكي بيخلي الشخص، يعني الشخص طبعاً الواعي، يفهم أنت شو قصدك من هذا الشيء. فلذلك يعني أنا بصراحة بحييكي على هذا الرأي. كثير من الأحيان الشكل اللي من برا مو شرط يكون بيعبر عن اللي جوا، وبالنهاية الإنسان ما بياخد قيمته من المكان اللي انولد فيه. أكيد نحن بنرتبط بذكريات، بنرتبط بأحداث بكل مكان عشنا، سواء بالمكان اللي انولدنا فيه أو بأي مكان عشنا فيه، لكن هذا الشيء ما بيحدد قيمتنا. يعني إذا أنت سوري لنفرض من حلب، أكيد مالك أحسن من سوري إجا من درعا أو من دمشق أو من دير الزور. أنا يعني ما بدي أسمي المناطق، لأنه أنا برأيي مو هاد هو يعني السنغال، مو هاد هو المهم. المهم ورجيني أخلاقك، ورجيني معاملتك، أو حتى من دون يعني عرف عن حالك أنت بالطريقة اللي بتحبها، وتركني أنا كمان عرف عن حالي بالطريقة اللي أنا بحبها، الطريقة اللي بشوف أنه هي بتحكي عن شخصيتي أكثر من أنه أنا من أي مدينة جاية وكيف إجيت وكيف وصلت وغيرها من المواضيع. كل إنسان بالعالم هو جدير بالاحترام، سواء كان بيحكي لغة ألمانية أو لا، سواء كان جايب معه بيلدونج أو لا، لأنه نحن ما بنعرف هذا الشخص شو قضى بحياته. حتى لو كان عايش بألمانيا صار له 50 سنة ولسه ما أجته فرصة أنه يتعلم اللغة لأي سبب من الأسباب، لأي سبب، سواء كانت إرادته الذاتية يعني مشكلته، أو ظروفه يلي جبرته بطريقة ما أنه ما يتعلم اللغة. لأنه ولا مرة اللغة هي اللي بتقيم، يعني بتعطيك القيمة. يعني معقول أنت عامر هلأ قيمتك بألمانيا أحسن من قيمتك أول ما أجيت لأنك صرت بتحكي أكثر؟ لا، بيكون أنت هلأ أنت تحركك أسهل بالبلد، طريقة تفاهمك مع الأشخاص أسهل، تعاملك أسهل، وصولك لمبتغاك أسهل، إجراءك للمعاملات أسهل، كل هاي الأمور أسهل. لكن هذا الشيء أنت عامر نفسك بقيمتك. أنا هذا اللي قصدي، وهذا الشيء كتير مهم، وهذا اللي كنت يعني اللي نبهت عليه، أو اللي ما بدي أقول نبهت، أو اللي حكيته من الأول، إنه قيمة الشخص يعني كل إنسان هو جدير بالاحترام لذاته لكونه إنسان. إذا ما بيحكي ألماني ممكن يكون بيحكي 3-4 لغات تانيين، لكن ظروفه وصلته لهون إنه يكون عايش بهاي البلد ولسه لسبب ما من الأسباب ما تعلم اللغة الألمانية. فهذا أو يعني هاي النقطة كان يعني بالنسبة لي كتير مهم إني أعقب عليها، إنه نحنا نستمد قيمتنا من إنسانيتنا بالأول. وكل حدا فينا عاش ظرف وحياة مختلفة عن حياة الآخرين، ما بتسمح لي أنه أنا
قيم هذا الشخص. وأنا للأسف سمعت حتى من الألمان، يعني مثلا بيقولوا لي أنه أنت صار لك كذا سنة بهي البلد، وها ليش أنت بتحكي أحسن من فلاني وفلاني وفلاني. يعني هم بيتخيلوا تبع لهم آه والله هن ما تعلموا آه هن لهم. أنا دائما جواب بيكون هن لهم ظروف تانية بجوز تكون منعتهم من التعلم لسبب ما. وأنا عشت امتياز، لازم أكون أنا واعية للامتياز اللي أنا عشته. أنا بعرف حالي أنه أنا بريفيليجيت بهاي الجزيلشاف بهذا المجتمع اللي أنا عايشة فيه، وهذا في كتير منهم صح. أنا حاولت ودرست وكافحت وتعلمت، لكن في أشياء خليني أقول يعني نحن بنقول إجت يعني بالعامي، خليني أقول بتكون إجت بالحظ، لكن أنا برأيي أنه هي قدر رب العالمين عطاني إياه، ولذلك فأنا مسؤولة عنه ومسؤولة عن اختياراته. إذا كنا ننتقل لسؤالك اللي كنت عم تسأله أنه كيف ممكن يكون عند العرب أسهل، بتخيل أنه الموضوع متعلق بشغلة واحدة بس، هي موضوع الانفتاح. الأوفنهايت هي كلمة سر بكل الحياة، أنه أنا ما بيهمني أعرف هذا الشخص حتى من أي قارة جاي، من أي بلد جاي، من أي كوكب جاي. أنا بدخل على أي علاقة، يعني حتى لو كان تعارف أو هلو على محطة الباص، أو ممكن صداقة بالجامعة، أو تعارف عائلة مع عائلة، بدخل وأنا منفتحة، بمحي من مخي أي شيء أحكام مسبقة ممكن أنه أنا أكون أخذتها عن الشخص، وبترك الشخص هو يعبر عن حاله أو الإنسان هي تعبر عن حالها، وبترك المواقف هي اللي تحكم بيناتنا، يعني علاقتها معي كيف تتصرف كيف تحكي كيف وهي الأمور. وبالنهاية أنا بختار، يعني رب العالمين عطانا حرية الاختيار بكتير من الأمور. بتخيل أنه واحدة منا نختار مين القريب منا ومين البعيد. إذا حسيت أنه تفكيره ما ناسبني، أنا ما رح أقول، كمان كتير مهم هذا الحكي، ما رح أقول تفكيره ما ناسبني بطريقة أنه أنا عم حقر منه أو أنا عم دنق منه أو أنا عم بين أنه لا، هي بتفكر بطريقة مختلفة. اختلافنا ما بيعني أنه أنا أفضل منك أو أنك أنت أفضل مني، اختلافنا بيعني أنه أنت أندس، وهذا الشيء طبيعي، سواء كان بطريقة تفكيرك، بلون بشرتك، بالأكل اللي بتحبه. يعني في كتير ناس مثلا بيعرفوا أني سوريا، ما أنا بتحبي هاي وهي وهي، بتطلع فيهم بقولهم والله كتير من رفقاتي بيقولوا لي أنا ما بستاهل كون سوريا لأنه كل هدول الأكلات ما بحبهم ولا باكلهم. فهذا مثال بسيط، يمكن يكون حتى بهيك معرض يعني بجوز يكون مثال بايخ، لكن بكتير من الأحيان أو مو بكتير، دائما في أوسنام، دائما نحنا كلياتنا مختلفين. أكيد أنت وأخوك مختلفين، بتفكروا بطريقة مختلفة، بتعيشوا بطريقة مختلفة، في روابط وفي قواسم مشتركة. يعني وأهم شيء أنه أي شخص بده يتعرف على الشخص الثاني يكون مجرد حاله من أي أفكار مسبقة، يتعرف عليه وهو يعني بصدر رحب وعقلية منفتحة، ويترك هالشخص هو يعرف عن حاله، يترك المواقف هي اللي ترسم العلاقة، أو بالنهاية هو يحدد هل هالشخص بيناسبني ليش بيناسبني. يعني أنا كأم في عندي صديقات برافقهم كرمال بناتي لأنه أعمارهم من أعمار بناتي مثلا، بس مثلا ما بخوض معها كتير بمواضيع أو بمشاكل. في عندي صديقات بحكي معها بس يكون موضوع علمي يعني وكتير، ولازم أنا محتاجة لنقاش أو حضرت محاضرة ولازم أعمل فقاب هايتونج للموضوع اللي حضرته، فأنا مضطرة أحكي مع فلانة، هي يعني الأنشبكش باتنغن تبعي بكل شيء موضوع بخص البلدون. وفي رفيقة تانية مثلا بكون قدامها مثلا مثل ما بكون مع مرايتي، بقول تعبانة كذا، صاير معي كذا، فلانة حكت معي بطريقة بشعة، وا إلى آخره. هي ممكن فنحن هي الحرية اللي رب العالمين عطانا إياها، هذا التنوع اللي نحن عايشينه، إنه الأشخاص مختلفين ونحن عنا حرية نختار ونعيش مع كل هدول الناس. عنا حرية إني أقول ما ناسبتني ما بدي أكمل، نقطة خلصت. ويعني ممكن تضل في هلو مرحبا وخلص، ما في داعي إنه يستمر الموضوع. يعني شخص ما حبيته خلص، بس مو ما حبيته لأنه سيء، ما حبيته لأنه ما ناسبني. تمام، هي الفكرة اللي أنا ممكن حطها بعقلي لحتى أنه أنا أتعامل مع البشر بطريقة أسهل بكتير. كأشخاص عرب إجوا بالفترة الأخيرة نحن بننتمي للأقلية، لما أنا بكون المحجبة الوحيدة بمدرج فيه 300 طالب، فأنا بعرف حالي أنه أنا الأقلية. لما أنا بدي أرسم تواصل أو أنا بدي أكون فعالة أو أنا بدي أكون مؤثرة، أكيد بدي أستخدم اللغة.
يعني اللغة هي مفتاح، يعني كل يعني مفتاح كل شيء، وأكيد يعني بحتاج لحتى مشي أموري بأي مجال مثل ما هو حكى اللي هو موضوع البيلدونج، أكيد أنا محتاجته. لكن هدول الموضوعين قلت لك أنا بيسهلوا عليك عملية يعني العيش، يعني العيش بشكل عام بألمانيا أو بأي بلد أنت عشت فيه وتعلمت لغته، إجراء المعاملات، التواصل مع الناس، و لكن أنا بحترم أي شخص بكل خبراته بكل ماضية اللي عاشه حتى لو ما كان معه هدول الاثنين. وأنا متأكدة أنه ما في حدا خالي من البيلدونج، يعني كمان يمكن رح يصير الموضوع أكثر فلسفي وأنا بعتذر عن هالشي. البيلدونج هو عبارة عن خبراتنا بالحياة، نحن يعني بالوقت الحاضر صار في إلى شهادة، ولا أنا متأكدة أنه ممكن شخص تاني يمكن ما معه شهادة يكون أعلم مني بمجال معين، وأنا هذا الشيء أكيد بحترمه، فهو بيلدونج أو فيسن معه. وأنا هالشي كتير بحاول، ما بعرف إذا رح يعني رح يعدي الوقت ونمر على الموضوع مع السيدات اللي أنا متواصل معهم عن طريق صفحة، لما بتقلي أنا ما بعرف أحكي فبقول استني شوي، أنت ما لسه ما عم تقدري تحكي ألماني بس أنت بتحكي، فهي الـ يعني الفورشتيلونج أو الأينشتيلونج بمخي كيف أنا يعني لغتي بتأثر علي لما أنا بقول أنه أنا ما بعرف شيء بين لما أنا بقول أنه أنا متعلم هي وهي وهي بس ما معي شهادة فيه. تماماً. هي بالنهاية مثل ما أنت الفورشتيلونج اللي هي التصور، والأينشتيلونج هي الأفكار اللي مزروعة بدماغي. تماماً. واللي أنا فكر انه مثل ما مثلا اذا قالت بنت خالتي انه والله الألمانية لغة صعبة، معناته انا لحصدق هذا الشيء وكمل فيه وخلص اقول لكل العالم اللي بعرفها الألماني صعبة مشان هيك احنا ما عم نقدر نتعلمها. بس اذا انا بسمع بنت خالتي بالاساس انه قالت الألمانية سهلة وانا تعلمتها ولكني عم بحكي ألماني، فممكن كانت اذا سمعت من الاساس انه الألماني سهلة ممكن كانت تغير الأينشتيلونج اللي هي الافكار اللي نحن بنستخدمها من الناس، طريقة التفكير. لهيك يعني انا من 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 نقطة الأينشتيلونج اللي هي طريقة التفكير حابب فوت لموضوع الموضوع المهم بالحلقة اللي هو طريقة تفكيرك اللي انت قلتي بيوم من الأيام، بحب سميها دائما هي اللحظة الليلة اللي ما فيها ضوء قمر، أنا حابة غير مو بس من نفسي وإنما حابب غير بالناس هي الأفكار يلي عم تحدد من طاقاتهم، وحابب أفتح لهم آفاق جديدة كرمال ينطلقوا يقدروا يعبروا عن حالهم، يقدروا يوصلوا للشيء اللي بالدنيا. شو حكينا عن هذا الشيء، كيف صارت هاي النقطة، من وين قالت بيان أوكي لهون وبس لازم يصير في تغيير، وشو هدفك بيان ولوين حابة توصلي؟ يعني ما بعرف إذا في سميهم إنه مثل مرحلتين. هلا اول شيء يعني ما بدي اقول انه بدي اختصرها، بس حياتي هون خليني اقول فيها كتير محطات مختلفه عن حياتي بسوريا. غالبا يعني في اقول عن حالي بسوريا خاصه قبل الثوره انه انا جدا مدلله، يعني الماما هون والبابا هون وخالتي هون وعمتي هون، جامعتي قريبه وبالسياره وبروح وبرجع، والوضع يعني تمام. هذا هو كان يعني كان عالم صغير خليني اقول. وبعد ما أجيت لهون اكتشفت أنه العالم أكبر بكتير، وأنه المسؤولية أكبر بكتير، والتحدي كتير كبير، وممكن أحياناً خصوصي بالفترة الأولى يعني أي تصرف ممكن يكون خليني أقول محسوب عليك، يعني كان الموضوع بالنسبة لي نوعاً ما مقيد. ورب العالمين فتح علي الحمد لله بموضوع اللغة، ومشيت وخلصت بسرعة وقدمت على يعني على الاستوديو مع الدراسة، رغم إنه أنا دارسة بسوريا وعدت. في كتير ناس بيقولي إنه عدتي من أول وجديد، يا جماعة أنا ما عدت، يعني ما درست نفس الفرع بسوريا، رجعت درسته هون، درست شيء تاني، فأنا في أقول كملت بطريقة أخرى. أنا دارسة بسوريا لغة عربية، وحسيت إنه هون يعني ما فيها المستقبل كتير، أو إنه رح يعني رح أكون كتير محدودة بجامعة أو جامعتين أو يمكن 3 جامعات بكل ألمانيا.
فاستهواني موضوع التربية ودخلت بهالمجال. من أول ما بلشت حس أنه الحمد لله يعني لغتي عم تساعدني، اشتغلت كتير أعمال تطوعية وحضرت ورش عمل كتير، ورحت مع يعني مع ناس رب العالمين يسرني يمكن بطريقهم أني أدعمهم، سواء كان مواعيد بالمدرسة أو يعني قعدت كمستشارة للأهالي بيجوا لعندي، كان لي مكتب بمدرسة بنتي بيجوا لعندي مرة بالأسبوع بيعرضوا علي إذا كان في مشاكل مع المعلمة أو إذا في شيء مو فهمانينه بالنظام المدرسي أو واستمر هذا الشيء. ومع دراستي الجامعية تطور أكثر، لأنه دراستي إلى علاقة بهذا الشيء، يعني حقوقك، العنصرية، اللغة، براكتيكوم اللي عملته فتت على بيوت أشخاص دخلت معهم وقعدت معهم وبكيوا قدامي، ويعني عشت مواقف بصراحة كتير أثرت فيني وكتير غيرت فيني وكتير خلتني أرجع أقتنع بعتذر على التكرار أنه كل إنسان بيكتسب قيمته فقط من كونه إنسان، وأنه كل شيء أفكار ببالنا نحن أخدينا عنه نهائياً ما بتسوى شيء لما هالإنسان يفتح قلبه ويحكي لك شو صار معه، أو هو ليش عم يعاني من موضوع معين، أو ليش ابنه بحاجة أنه يروح على طبيب نفسي، أو شو صار معه على طريق اللجوء أو. فعشت كل هاي الأمور وكنت يعني وحتى يعني على الصعيد الآخر خليني أقول رغم أني ما بحب حس يعني بين أو أقول بلغتي أنه هن المجتمعين، لكن فتت أكثر بالمجتمع الألماني، تعقدت معي البلدية الشتات بأكثر من موقف أني أطلع وأعمل محاضرات، الجامعة بنفس الطريقة سواء كان عن الثقافة سواء كان عن الإسلام بأكثر من مجال، وهالشي صار يعني يحسسني بالمسؤولية أكثر. سبحان الله نجي للمرحلة الثانية من وجودي هون، بعد ما صارت يعني أزمة الكورونا وكل شيء وقفوا 40 يوم بالبيت وما بعرف شو، فكله هاد راح، يعني ما عاد في workshops، ما عاد في لقاءات، ما عاد في اطلع مع فلانة أو كذا أو روح، أو كله صار فجأة صفر. وحسيت انه هذا الشيء يعني انه تبع شو عم تعملي، انا بالفعل كان عندي وقت زياده رغم انه انا يعني ام وزوجه وعم بدرس، لكن حسيت انه في شيء ناقص، واتخذت القرار صراحه انه افتح حسابي على الانستغرام كبدايه. كان حسابي حساب عادي مغلق، بصور فيه ورده وشجره وبناتي، وما كنت رضيانه عنه. كل مره كنت احس انه هالشيء اللي انا عم حطه سخيف قدام الشيء اللي أنا عم شوفه، قدام الحقيقة. تمام. سخيف عن جد، يعني سخيف إنه أنا مثلا عم باكل أكلة أو عم صور ما بعرف يعني. فحذفت كل شيء صور بينما ينقناخ ما إلى طعمه برأيي ما إلى طعمه، وقلت بسم الله وفتحت الحساب، يعني عملته يعني عادي حساب مفتوح. ويمكن بهاللحظة بالذات في قول شكراً لراما من مكتبة ناي، لأنه كانت أول حدا آمن فيني ومن دون ما تعرفني يعني شخصياً، نحن تقابلنا بعد منا شخصياً، طلعت معه بلايف وحكينا عن موضوع التربية لما أكون أنا عايشة ببيئة متعددة اللغات، يعني مثلاً أنه أهلي بالبيت بيحكوا عربي وبالروضة أو بالمدرسة بيحكوا ألماني. كان أول لايف وكان الفاتحة يعني بداية، وسبحان الله طورت يعني طورت الأمور لهلأ. ما بتتخيل قديش الـ يعني الفيدباك وآراء الناس عم تكون إيجابية. أنا برأيي إنه الصفحة عم تكبر وعم توصل لناس أنا سعيدة فيهم. فممكن تشرحينا أنت بأي طريقة عم تحاولي تساعدي الناس عن بعد؟ هلأ هي الفكرة ما بعرف كيف رب العالمين ألهمني فيها تقريبا بعد رمضان، يعني تخيل بعد العيد الصغير طلعت معي فكرة أنه نحن نعمل لقاءات زوم، فتشجعت للفكرة وصرت أعلن عن لقاءات الزوم من خلال حسابي على الإنستغرام، ولأني أنا متأكدة وبعرف أنه هذا المحتوى مفيد لكل سيدة موجودة بألمانيا، فاخترت طريقة تسجيل مناسبة تساعدني أكثر أني أنا أوصل لمجموعة أكبر. فكنت دائماً إلا أنه مثلاً طريقة التسجيل أنك تنادي لثلاثة من رفقاتك يعني بالكومنتس بالتعليقات لحتى يحضروا وتشارك المنشور، وأنا أعطي موعد للقاء معين. وطرحت يعني أنا لحد هلأ صرت ملتقية بحوالي بتخيل 300 سيدة بخلال هالشهرين ونص. بكل بساطة منصة زوم مفتوحة للكل،
تقريبا بيكون معنا ساعة من الوقت، بعلن عن اللقاء، بقول مثلا بدنا نحكي عن موضوع. يعني في كتير أول ما تعرفوا علي كان السؤال الأكبر كيف تعلمتي ألماني، يعني فيكي تقولي لنا على طرق أو كذا. فحضرت مثل محاضرة صغيرة مدتها ما بعرف 40 دقيقة تقريبا، وعملت طريقة تسجيل، وحاولت أنه استقبل عدد ما يكون كتير كبير بحيث أنه أنا أفقد الانتا أكتيف. يعني أنا كنت عم بعمله مثل تفاعلي، يعني انه كله بيفتح، يلي بتحب تدخل بالكاميرا بتدخل، يلي بتحب تدخل بس بالسماعات يعني بتدخل. ببدأ انا بعطي محاضرة وبعدين بنفتح مجال للأسئلة، وهن بقى ببلشوا يسألوا. فاخذنا بأكثر من موضوع، يعني حكينا عن اللغة الألمانية بتخيل مرتين، حكينا كيف اختار مستقبلي بألمانيا، شو في عندي مجالات، والفكرة الثانية اللي هي عن طريق اللايف. يعني مرة واحدة من صديقاتي اللي كتير عزيزات علي تناقشت أنا وياها بموضوع العنصرية، كيف في يعني كيف في يجهز طفلي ليكون قادر على الصمود قدام مثلاً كراهية الآخر، كيف تكون ردة فعله، كيف هالموضوع. فاخترنا أنه نعمله بطريقة لايف وعملناها. مرة حكيت عن موضوع الحجاب بألمانيا، مرة حكيت عن تنظيم الوقت. فهي عبارة عن مواضيع أنا برأيي يعني هي مواضيع مفصلية ورح تضلها هيك. عملت يعني وعملتهم أكثر من مرة، في بعضهم أنه يجي طلب عليهم، يعني مثلاً يروح عليها يعني مرة مثلاً 20 شخص، بس يسجلوا 20 شخص باللقاء بقفل أنا اللقاء، بقفل التعليقات عشان ما يصير ظلم. وأنا ما بعمل مسابقات، يعني في كتير ناس بيقولوا لي يا رب تنجحي بالمسابقة، هي ما لها مسابقة، هي طريقة تسجيل بس لحتى أنا أوصل لأكبر عدد بتم طريقة التسجيل بهي الطريقة. فهنا بتبعت لي رسالة على الإنستغرام أنه أنا أرغب بحضور اللقاء، وأنا بيوم اللقاء ببعت لي تفاصيل اللي هن مثل الميتينج آي دي والباسبورت، ومنتقابل كلياتنا لمدة ساعة من الزمن ما بتتخيل. وأنا عاملتهم بهايلايت عندي على الإنستغرام قديش الفيدباك إيجابي، وهالشي على قد ما بيسعدني على قد ما من الطرف الآخر بيحملني كتير مسؤولية. سعيدة كتير بهاي التجربة، وسعيدة أكتر أنه رب العالمين ألهمني فيها. والأحلى أنه عن طريق الأونلاين بتوصل لشي بحياتك على الأوفلاين ما بتوصل. يعني أنا ولا مرة كنت أتخيل أنه أنا أتقابل مع 300 سيدة بظرف شهرين، يعني هدول بالأوفلاين ما بصيروا، مين بده يجي لعندي، وين بدنا نعملها، لكن الأونلاين صارت يعني مثل السحر. طيب بيان، ممكن تاخدينا معك على شيء قصة من القصص اللي أثرت فيك كتير وتحكينا إذا صار كان عندك شيء قصة أثرت فيك وبنفس الوقت أنت قدرتي تلاقي لها لهي الإنسانة أو لهذا الإنسان حل، وقدر من بعد هذا الحل كمان يحول من حياته أو يغير من حياته من حياة ممكن تكون بمنحة أو بآخر سلبية لمنحة إيجابي؟ هلا أنا رح أحاول أحكي، يعني هي كل القصص مؤثرة وأنا ما رح أختار الأكثر تأثيراً، رح أختار خليني أقول ممكن الأكثر فائدة ممكن إني أقول، وما بعرف إذا رح يعرفوا حالهم السيدتين اللي رح أحكي عنه. طبعاً 99% من 100% من الرسائل اللي بتوصلني هي سيدات، لكن الموجودين على الصفحة في منهم رجال وفي منهم سيدات. قصة من القصص، هلا انا دائما بقول انه انا ما فيني رد على الرسائل بسرعه، يعني انا ما فيني اذا بتوصلني مثلا باليوم حتى لو 3 رسائل اذا كل واحدة استشاره فيك تقول، ما فيني جاوب عليهم الثلاثه احيانا بنفس اليوم، خاصه اذا كان بدي تفكير او بدي انا ارجع لمرجع معين قبل ما اني جاوب. فدائما اللي بعمله انا انه لما يوصلني رسائل بفتح وبقرا الرسائل بالاول، وبشوف ما برتبهم حسب مين بعت اول، برتبهم مين اللي مضروره اكثر، يعني مين اللي مضطره على الجواب اكثر. فبتذكر انه واحده من السيدات بعتت لي انه كان عندها مقابله عمل بعد فتره قصيره، مالي متذكره اذا كان من هلا بعد ساعتين ولا بكره الصبح، وانا لمسا كان عندي لقاء. فانا قايله انه انا يا جماعه هلا عندي لقاء، بدي احاول اخذ استراحة، ما رح جاوب على رسائل لأنه بدي حضر حالي للقاء. لكن فتحت حسابي ولقيت أنه واصلني، الله يخليكي جاوبيني، أو يعني شيء شبيه بهالكلام، أنه أنا عندي مقابلة عمل لأول مرة بعمل مقابلة عمل بألمانيا، وأنا سيدة محجبة وخايفة من الرفض، كيف أعبر عن حالي، أو كيف إذا سألوني بموضوع الحجاب كيف أني جاوب. ففوراً يعني فيك تقول تبع تركت كل شيء من إيدي، وهيك قعدت 3-4 دقائق فكرت وعطيتها جواب مباشرة، هي ما فيني أخرة. فحكيت معها بكل وضوح، قلت لها أنه وإنتي أول شيء وإنتي رايحة أو قبل ما تروحي على هذا اللقاء بتحطي شو هدفك من اللقاء، من مقابلة العمل. أول هدف أنك إنتي تبهريهم ويقول لك واو وإنتي فظيعة وكذا وياخدوكي، هاد بيكون توب. الشيء الثاني أنه يمشي الموضوع عادي،
يعني الاوبشن الثاني او الحاله الثانيه انه يمشي الموضوع عادي ما يقبلوكي بجوز بس انت بتكوني تعلمتي واخذتي خبره. أسوأ الاحوال انه يتحول الموضوع للقاء عنصري بسبب حجابك. يعني انا يعني عرفت هي لازم اول شيء تجرب تحط الموضوع بمخها هي، يعني هي اللي نحن بنحكي عليه تبع طريقه التفكير، تعملي هدول الثلاثه بعدين بتروحي على المقابله. اذا اول وحده مشيت توب انت واو فظيعه اخذناكي خلص ما لك مضطره. ثاني وحده ما مشي الحال والله لانه ناقصنا شهاده معينه او ناقصنا كذا وانت ما عندك اياها، كمان ما في مشكله. الشغله الثالثه انه يقولوا لك مثلا ليش انت محجبه، فقلت لها انت هون بالخيار، يا اما بتقولي انه انا محجبه لانه الحجاب هو جزء من هويتي الاسلاميه وبتحسسيهم بنبره صوتك انه هون نهايه الحوار بالموضوع، او بتقولي انه هذا الموضوع ما له اي علاقه بالوظيفة يلي أنا جاي أقدم عليها وبتمنى أنه ما ينفتح أبداً سواء أخذت الوظيفة أو لا. كتير كنت سعيدة وقلت لها أنه قبل ما تطلعي من البيت تأكدي أنه أي ردة فعل من عندهم ما تاخديها بشكل شخصي، هي مو لأنه أنت فلانة رح يحكوا معك بهي الطريقة، لو كنت فلانة أو فلانة أو أي وحدة تانية بهالشكل إذا كانوا هنن أشخاص سيئين رح يتعاملوا معك بطريقة سيئة. وركزي كتير على لغة جسدك قبل ما تطلعي من البيت، ارفعي راسك لفوق، شدي كتافك وطلعي برات البيت. حاولت غزيها، كنت كتير يعني حتى كنت بشعوري ما قلت لها أنا ما لي طالبة منك شيء بس طميني عنك بس تخلص المقابلة. وقت قالت لي أنه كتير أعجبوا فيها ومخاوفها يعني تبددت الحمد لله، وغالبا يعني إذا أنا متذكرة مضبوط فهي توظفت. هي واحدة من الـ من الـ من الـ من القصص. بكون كتير ممتنة لهذا الفيدباك وبحاول يعني بيساعدني أنه أنا أول شيء طور من حالي، وتاني شيء أعرف أنه أنا هذا العلم اللي أنا متعلمته، الطريقة اللي أنا بفكر فيها، طريقة الاستشارة أو الدعم اللي أنا بقدمه أنه عم تجيب نتيجة. طيب لوين حابة تروحي هذا المشوار؟ ووين حابة توصلي؟ ما بعرف إذا بتصدقني أو لا بس أنا مالي شايفة خط نهاية يعني حالياً، يعني مالي شايفة أنه في نهاية للطموح. يعني أنا بتخيل انه لسه الفكره صغيره، بتمنى اكثر انه تكبر و يعني على صعيد التعليم بتمنى يعني بتمنى انه اخلص الماجستير وحلمي اني اكمل بالدكتوراه، لكن بحس انه انا في مسؤوليه علي تجاه الكوميونتي يلي انا جايه منها. يعني لما انا فتحت الصفحه كشخص أساساً دارس إدارة منشآت تعليمية وتعليم وكذا، سألت حالي السؤال مين هي اللي تسيل كوبة تبعك، مين الفئة المستهدفة، لمين بدك توصلي؟ فأنا كنت بدي أوصل بالدرجة الأولى للسيدات العربيات الموجودين بألمانيا وبأوروبا، وما في مشكلة أني بعد أكتر يعني، لكن هدول الأشخاص في بيني وبينهم خبرات مشتركة. يعني لما واحدة بتقلي صاير معي كذا غالباً بكون أنا عشت هاي التجربة أو سمعت فيها، فهي هي الفئة المستهدفة تبع. أكيد بتمنى أنه تكبر عروض الوركشوبس يلي أو ورش العمل اللي أنا بقدمها تصير مدتها أطول، يصير التسجيل عليها بروفيشنال أكتر مثلاً عن طريق لينك أنميلدونج، عن طريق موقع ويب سايت. أكيد مالي ضده، حاطة الفكرة ببالي، بس هلأ يعني بهي الظروف اللي أنا هلأ فيها كدراسة وأنا زوفي بشتغل أساساً بالجامعة جنب دراستي، وأنا أم وزوجة وعندي أعمال تطوعية بعملها ما لها علاقة بنشاطي الأونلاين، فبتخيل أنه هيك أنا مبدئياً راضية. وبهذا الشيء وهي فكرتي جداً مهمة، أعلن امتناني لله سبحانه وتعالى. أنا ما فيني أقول له لله كل يوم، يعني تخيل حالك أنت معك مليون يورو وساكن بمكان وفي شخص فقير بهالشارع اللي انت ساكن فيه، كل يوم بتروح وبتعدي عليه وانت معك مليون يورو بتضلك تتحمد الله على المليون يورو، بتعمل حالك مالك شايفه لهذا الشخص. انا برايي امتنانك وحمدك وشكرك ناقص، رايي الشخصي. اذا انت ما حاولت تعطي من اللي رب العالمين عطاك اياه واللي هو بهذا المثال المال، انا رب العالمين عطاني علم وعطاني قبول بين الناس، يعني حقولها بثقة كتير زيادة عن اللزوم، عطاني كاريزما، بعرف هذا الشيء، بعرف أنه كلمتي إذا حكيتها بتأثر. فأنا طريقة شكري لله تعالى أنه أنا أعطي شيء من العلم اللي عطاني إياه وأعطي شيء من هاي الخبرات يلي أنا عشتها. ليش لحتى وحدة سورية أو عربية تكون بنت عم تعاني من عنصرية أو خايفة من موضوع معين أو 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 وهي وأنا ما وأنا فيني ساعدها بس ما ساعدتها؟ ليش؟ أنا ما بتخيل إنه هي طريقة شكر، يعني ما بدي أقول له لأ الله
3000 مرة باليوم الحمد لله، وأنا قادر أقدم شيء تاني، في إجمع بين الاثنين. فهذا هو هدفي، بتمنى أنه تكبر الفكرة، بتمنى أني أوصل لسيدات أكثر، بتمنى أنه نوصل لكمية أكبر من الوعي. هذا هدفي، أنه إذا أنا بدي تابع صفحة معينة يكون عندي وعي ليش. طيب سؤالي التالي بيان، أنت كشخص كأم كإنسان بيدرس تربية كمان من أكثر من محور، أكيد بيواجه كمان صعوبة تربية الأطفال، وخاصة ببلد هو ما له بلد عادي، ما له بلد عربي، ما له بلد إسلامي، بما أنه أنت إنسانة مسلمة وأطفالك كمان، لذلك أنت يعني في عندك صعوبة معينة كرمال تربي الأطفال، أو أكيد في عندك طريقة أنت وجدتيها كرمال تربي الأطفال. فأنا بتخيل إذا أنت بتشاركينا تجربتك فأكيد الناس كمان لح تقدر تتعلم من هذا الشيء، كرمال أنه ممكن هذا الشيء تقدر تطبقه بشكل أو بآخر، بمنحة أو بآخر على على عليهم هن نفسهم. فكيف بتشوف بيان موضوع التربية بألمانيا، وخاصة أنه بألمانيا في كتير من العادات والتقاليد والشعوب اللي مجموعين ببلد واحد؟ هلأ كأم كيف بشوف الموضوع؟ في إلك أنه يعني ممكن أني جاوب على السؤال بأكثر من طريقة أو بأكثر من جانب. خليني أقول واحدة من الجوانب هو شو طبيعة الوقت يلي أنا بقضيه مع أطفالي. كوني يعني أم بدرس، يعني أنا يعني بدرس وبشتغل إلى جانب أمومتي وإلى جانب وظيفتي كأم، إلى جانب كمان عمل يعني عمل البيت وهي القصص. أنا بعرف من حالي إنه أنا ما في أقدم 24 ساعة كاملة لبناتي، وهو غير مطلوب أساساً مني. أنا مطلوب مني إني يكون موجودة كرمال، مطلوب مني إني أدعمهم، لكن فكرة تقديم الوقت أنا برأيي مثل ما أنا بشوفه إلى علاقة بنوعية الوقت اللي أنا بقدمه وبجودة الوقت اللي بقدمه لبناتي. يعني أحياناً ساعة من الوقت بتقضيها الأم مع أولادها، سواء بتتناقش معهم أو سواء بتعلمهم أو سواء بتتحاور معهم، هو أنجح بكتير من 24 ساعة. خليني أقول وهنا ما بيوصلوا عند أي أم لمدة 24 ساعة، بس خليني أقول لمدة أطول بكتير إذا كانت الأم مثلاً حاملة تليفونها أو ملتهية بأمور أخرى. فأنا لما بدي أقدم وقت لبناتي بختار أنه يكون وقت جيد، يعني بختار جودة الوقت. هاي أول فكرة. للأسف لأنه وعم بتطرق لها الموضوع، لأنه في كتير أمهات حتى بيبعتولي أنه هنن حاسين بالذنب بسبب أنه هنن عندهم طموحهم أنه مثلا بدها تدرس أو بدها تشتغل أو بدها تفتح شغل خاص، وعندهم العيلة والأولاد وأنه مالهم قدرانين يجمعون. في أحياناً يعني بسمع من أمهات اللي بتختار بتقرر لنفسها، وهالشيء هالقرار جداً أنا بحترمه، أنه هي مثلاً بدها بس أنه تكون يعني أم فول سايد جوب، حابة أنه تكون فقط أم، بحترم هالقرار. لكن ما بقبل أنه تتوجه أصابع اتهام أو يتوجه شيء مثل علاقة بفيعتونج أنه والله أنا أحسن منك لأنه أنا بقضي طول الوقت بالبيت. يعني بتقيمها على انه والله لانه انت طول وقتك كأم فانت حتكوني بشكل تلقائي احسن مني لانه انا عم روح اشتغل، مع انه هذا الشيء ما له يعني ما له صحيح اولا ومثبت عكسه ثانيا. يعني وانا كل القرارات بحترمها، يعني اذا ام قالت انا بدي، طبعا اكيد تفضل ويفضل انه مثلا باول سنتين من عمر الطفل انه الام تعيش امومتها مع الطفل، تعطيه من وقت. أكيد ممكن تعمل كتير شغلات على جنب، مثل القراءة، مثل تلتقي بالصديقات و إلى آخره. بس إذا حابة هي أنه تتفرغ لهذا الوقت كأمومة من دون ما تحط ستريس على حالة، ضغط على حالة أنه أنا والله لسه بدي أدرس أو بدي أتخرج أو فهذا يعني فهذا قرار أنا بحترمه، وبجوز يكون هو يعني كتير حقيقي وكتير صح. الفكرة أنه لما يكبروا الأطفال شوي، أنا مالي مع يعني كل حدا له هو حر بقرار، لكن انا ما بتقبل هذا التقييم انه تقولي مثلا انه انا افضل، او الام اللي ما لها عامله او اللي ما عم تدرس او اللي ما عم تعمل شيء ثاني هي افضل من الام اللي قاعده من اللي عم تشتغل او عم تدرس. فهذا الموضوع هو موضوع الشعور بالذنب. الفكره الثانيه هي جوده هذا الوقت اللي انا بقدمه. يعني انا عندي ساعه مثلا بقضيها من الوقت مع بناتي باليوم، مثلا اذا كانت ساعه
هاي الساعه بيكون مخطط لها، يعني بنكون عارفانه انه مثلا اول شيء بدنا نلعب هاي، بعدين بدنا نحكي بهالموضوع، بعدين بدنا ندرس عربي لمده مثلا كذا كذا، بعدين بدنا نركز على مواضيع ثانيه مثلا نتناقش فيها، موضوع مثلا انه نختار سهره اخر الاسبوع انه نتفرج على فيلم كعيله كلياتنا مع بعض. هاد كله انا بكون عم اقدم، صح مو كل الوقت، لكن انا عم بختار افضل وقت وأقدمه لبناتي، وأنا متأكدة ومقتنعة بهالنظرية أو بهالفكرة اللي بتقول إنه لما أنا كون كأم راضية عن نفسي واثقة بنفسي بقدم لأولادي وقت أفضل، وبقدم لهم طفولة فيها ذكريات أفضل من لو أنا كنت طول الوقت يعني مزاجي معكر، غير راضية عن نفسي، ما لي عارفانة شو بدي أعمل، تايهة ضايعة وغيرها من الأمور. فأنا بالنسبة لي هي جودة الوقت، يعني فكرة مو كم ساعة بقضي مع الطفل وإنما كيف بقضي وقتي مع الطفل. بالنسبة لبناتي الفكرة يمكن اللي ابتدينا فيها المقابلة، أنا بحب ربيهم على الانفتاح، يعني بحب ربيهم أول شيء إنهم ما يحتقروا أي حدا ولا يعتبروا إنهم هن أفضل من أي حدا، لكن بنفس الوقت ولا حدا أفضل منهم. يعني أنا مرة أجت لعندي بنتي وسألتني، قالت لي ماما هل الألمان يلي ولدوا بألمانيا هن أفضل منا؟ إذا يعني هي أصدق الأكثرية التي ينتمي لها المجتمع، هن الألمان البيض يلي ما عاشوا مثلا تجارب هجرة لا هن ولا أهاليهم، هل هن أفضل منا؟ فقلت لها لا، ما في حدا أفضل من حدا. ولا مرة تفكري أنه إتقانك للغة تانية، تعرفك أو قدومك من ثقافة نوعا ما مختلفة هو شيء سلبي بالنسبة لإلك. وعطيتها وقت مثال على قد لأنه كانت أصغر من هيك، تخيلي لو كان في، لو كنا حاطين الفطور في خشكك ولو كان موضوع بغوتشن الأكل يعني الخبز الألماني التقليدي، فأنت شو راح تعملي؟ حتمسكي السكين وحتدهني وتاكلي وتنبسطي. طب تعي لنقلب هالطاولة ونحط عليها حمص وفول، مين حيعرف يأكل على الطاولة؟ أكي أنا بعرف أنه المثال كتير بسيط، لكن أنا بهمني أنه أنا أعطي بنتي دعم، أنه أنا حسسها أنه قيمتك بالشيء اللي أنت بتعمليه، قيمتك كإنساني ما لها علاقة بأي من أي بلد جاية أو من أي طبقة اجتماعية جاية. فهذا الموضوع بالنسبة لي جدا مهم، وجدا بحاول أنه أبقى على تواصل سواء مع المدرسين المدرسات بالمدرسة أو مع المربيات بالروضة بما يخص هذا الموضوع. يعني أعياد الفطر وأعياد الأضحى يتم الاحتفال فيها بمدرسة بنتي وبروضة بنتي تماماً، ما رح أقول بنفس الأجواء مثل ما يتم الاحتفال بالأعياد الأخرى، وإنما تتجهز الأكياس الحلوة وعليها البطاقات وبانا وغنى التنتين، بيكونوا محضرين مجموعة جمل بتحكي عن أعياد المسلمين لحتى يوقفوا ويقدموها بالصف. هالشي كلياته بياخد مني شغل، بياخد مني وقت، أنه أنا بالأول طبعاً بتواصل مع المدرسة وبقدم فكرتي أنه أنا بدي أعمل كذا كذا كذا، وهنن بيتقبلوا. مشاريع عملتها مع مدرسة بنتي، أخذت الأطفال، طلعت بعدد يمكن حوالي 30 طفل من مدرسة بنتي وأخذتهم كلياتهم بزيارة على الجامعة لما كانوا عم يفكروا أنه أنا الفايتا فوغم لشولي اللي هي المدرسة اللي بعد المرحلة الابتدائية، هون بقى بتدخل بقى جيمنازيوم ولا بتدخل الإي جي إس ولا بتدخل هاوبت شولة. فأنا يعني أنا كأم تبرعت وأخذت الأطفال رحلة وطلعنا على الجامعة لحتى يعرفوا أنه إذا أنا مثلاً درست كذا ممكن تكون فرصتي هون، هي هي الجامعة، شوفوا قديش حلوة وإلى آخره. فأنا حريصة أول شيء على التواصل بيني وبين المدرسة، حريصة جدا على نفسية بناتي، حريصة أني دائما أسألهم شو أخذتوا شو تعلمتوا، حريصة أني أعرف شو الطريقة اللي بتحكي مع المدرسة لبنتي فيها. يعني أنا بهمني أنه بنتي ما يتوجه لأي إساءة سواء بقصد أو من دون يعني سواء بقصد أو من دون قصد، أي شيء يجرح مشاعر، لأنه بنتي وبناتي وكل أولادنا وكل بناتنا مثل أي طفل موجود بألمانيا، لهم الحق أنه يعيشوا ويتعلموا ويتثقفوا ويدخلوا المدارس اللي بتناسب مستواهم، يطمحوا لأنهم يوصلوا للجامعات ولمناصب كبيرة، لهم أنهم يقضوا يوم دراسي كامل من دون ما حدا يشوش عليهم بأسئلة تبع أنت من وين؟
انتو شو بتفطروا بالبيت؟ لانه نحن بنفطر كذا، كيف العادات عندكم حتى يضلوا يحسسون انه انتو انجاز؟ انا لست وبقولها كثير يعني بقوه كثير كبيره مالي مع هي الطريقه بالحكي، او انتو لانكم من سوريا بدنا نعمل فطور والله جيبوا لنا فول مسبحه، انا بلادي ما بحبوها مثلا. ففي كتير أمور بحاول دائماً أنه نبه عليها، وبتربيتي مع بناتي بستغل المواقف الصغيرة جداً 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 لحتى نحكي فيها أو نتعلم منها. يعني يعني واحدة من المواقف اللي مرة يعني ببداية هاي السنة صارت أنه بنتي انكسرت رجلها وقعدت أسبوعين بالبيت. قعدنا نفكر يعني تأملات عملنا عن مثلا نعم الله تعالى، شو الفرق بين انه انا امشي بين انه انا ما امشي، مره يعني امشي على رجلتين او لا، اني استخدم العكازة او شيء يساعدني على المشي. مره كنا يعني بقلب المدينه عم نتسوق، ففي حدا رمى عليها يعني طلع فيها نظره عاديه يعني لانه يعني عم تمشي على العكازات، وطلعت فيه وقالت لي ماما انا تضايقت كل هالقد شكلي غريب. قلت لها نفس هي المضايقه بيعانيها اي شخص مثلا اذا كان قاعد على كرسي متحرك وانت هيك بحلقتي فيه وحسستي انه هو مختلف، او شخص لون بشرته مثلا مختلف وانت طلعتي فيه. فانا بحاول استغل هاي المواضيع الكتير صغيره لحتى نفتح فيها نقاش، وهي المواضيع بحاول حتى اني شاركها على السوشيال ميديا. انا مالي موجوده بكل يعني مالي ما عندي حسابات وين ما كان، يعني فيسبوك مسكر تقريبا، بس على الانستغرام. موضوع مثلا موضوع الامتنان، انه نحن لما يخلص النهار تبعنا على الاخر نجي نتسطح بالتخت نقرا اذكار النوم، وبعد منا بدنا نختار الشيء اللي كان اليوم كتير بزنداز ونقول له لله الحمد لله عليه. ما بتتخيل الحكايات اللي بيحكوا لي اياها بناتي، بتعرف عليهم اكثر، يعني بعرف شو بيحبوا. يعني مره بنتي الصغيره قالت لي اياها الحرف هيك، الحمد لله انه الله خلقك يا ماما، ما بتقولي لا بسرعه وانما بتناقشينا. فانه انا يعني أنا تعلمت من هاي الشغلة كأم، أوكي أنا مالي مضطرة أني دائما دجل لا، يعني عرفت أنه مثلا ما فيني أعمل هيك لا لا، معناتها أنه بيرضيها لبنتي أو بتكون هي أكثر سعادة خليني أقول إذا أنا جبت اللا تبعي بغير طريقة أو تناقشنا أو حكينا. يعني عم أقول لك مواقف كتير صغيرة أنا بحس أنه بتنمي وعي عند بناتي. أحيانا مثلا نطلع مشوار، بس نرجع من المشوار نعمل فيدباك، نقعد نحن الأربعة نبلش نقول أنا أكثر شيء عجبني بالمشوار كذا، أنا أكثر شيء مثلا اللي ما عجبني كذا، اللي كان ممكن نعمله أفضل مثلا كذا كذا. بفترة الكورونا بعد ما مرق تقريبا نص الفترة قعدنا وقلنا لحالنا أنه نحن تعرفنا لياتنا مع بعض بشكل جديد لأنه قاعدين مع بعض 24 ساعة، تعالوا نقول شو أكثر شيء حبيناه بماما وبابا، شو الشيء اللي ما حبيناه، وماما وبابا بيقولوا شو الشيء اللي حبوه بغنى وبانا وشو الشيء اللي ما كتير حبوه. كتير مهم انه انا حسس ابني انه هو ماله نصف بشر. يعني النظريات القديمه كانت دائما تطلع على الطفل انه هو مثل نصف بني ادم وان شاء الله بيكبر وبصير بني ادم كامل، لا هو بني ادم بس صغير، يعني هاي الفكره. فانا ممكن اني بعقد معهم اتفاقيات، يعني مثلا بنعمل مثلا 20 دقيقه عربي 20 دقيقه دويتش، خاصه بالفتره اللي ما كان فيها دراسه يعني اللي، وبعدين مثلا مسمح لكم تعملوا كذا كذا كذا. انا بلتزم بوعدي وهن بيلتزموا بوعدهم، بيمشي النهار كتير كتير رائع. بالنسبه لي كتير مهم موضوع اللغه، كتير باكد عليه يعني موضوع اللغه العربيه، لكن بنفس الوقت تركيزي على اللغه العربيه ما بيعني انه انا حقر بالالماني، لانه انا نص ولادي الماني، هاي الحقيقه لازم اتقبلها ولازم تتقبلها كل ام او كل يعني كل الاهل اللي موجودين ولادهم عم يربوا بالمانيا او مثلا باي دوله تانية، فلازم يعرفوا انه انا ولادي في جزء منهم عربي لكن في قسم تاني. يعني اذا انا مثلا صار لي فتره ممكن انا يكون ابني ثلاث ارباعه الماني، ليش؟ لانه هو صار له مثلا ست سبع سنين عايش هون، بيحكي اللغه، بيروح مع رفقاته الالمان، بيقضي اكثر من سبع ثمان ساعات معهم، بياكل معهم بيشرب معهم، في كتير شغلات دخلت على مخه منهم. ما فيني حقر الموضوع، ممكن اني اتناقش بكل المواضيع بكل انفتاح. انا بعرف شو اكثر الاسئله اللي بتدور باذهان الامهات، خاصه لما بنوصل بدروس البيولوجيه على مواضيع التربيه الجنسيه، وبحطوا ايدهم على قلبهم وبيخافوا وبيتلبكوا وبيبلشوا يسالوا، وانا ما بدي، وبيحاولوا حتى انه يلا بلا ما تروح على المدرسه او تمرض او 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 فجاه على هي الحصه. تعاملت مع الموضوع تماما بطريقه اخرى، يعني كنت يعني في قول منفتحه تماما، حاولت انه بين انه يعني هي الطبيعة الإنسانية اللي رب العالمين خلقنا فيها. لكن ماما أنا كنت ضد كلمة ليبة، كنت ضد كلمة أنه يتعنون الدرس بكلمة الحب، لأنه هذا ما هو الحب،
هذا كان درس كيف يتكاثر الإنسان، والحب شيء تاني مختلف تماماً. لكن لما أنا أختصر الحب بهاي العلاقة فهالشي كتير غلط. الإسلام أبداً ما بيحرم علينا أن نحب، أبداً ما بيحرم علينا نكون أقرب لبعض، بس الإسلام بيحاول أو بيساعدك أنه يحفظ حقك، يعرف تعرفي مين أهل أولادك. وتبحرت جداً بهذا الموضوع رغم أنه بنتي كان عمرها 10 سنين، فحكيت بكل المواضيع معاها، وحتى إن شاء الله مع بانا لما تكبر بكل انفتاح وبكل صراحة. وسألت رفقاتي، يعني عندي رفقات كتير مولودين هون أو ربيوا هون، إنه كيف كان، حسيتوا إنه أهلكم ضغطوا عليكم، حسيتوا إنه كذا، لحتى أحاول إني ما أكرر أخطاء الأجيال اللي إجت قبلي كيف تعاملت مع أولادها بهالموضوع. مو بس هالموضوع، أنا أسفة إني أكدت عليه، بس بكتير مواضيع تانية بيهمني إنه أولادنا ما يحسوا حالهم عايشين بين مجتمعين كتير مختلفين، أو يحسوا حالهم إنه هن مثل معهم انفصام بالشخصية. بصراحة الكلام صراحة يعني اللي كدي أقوله أنه يعني حتى لو كان هذا الشيء اللي أنت بدك تقولي كلام يعني بفوت بالأعماق مثل ما بيقولوا، ولكن هذا هو صلب الحياة تبعنا وهذا هو الواقع، وما فينا نحن نكون بعاد عن الواقع أو نقول لأبنا أوكي خلاص أعمل مثل أنه أعمل حالك ميت. هذا الشيء ما بيصير، يعني هذا يعني بالنهاية إذا ما شاف هذا الشيء من خلال المدرسة رح يشوفه بالشارع، حيشوفه بالمدرسة أو بالأوبان أو بالبا أو ما إنه هولانك. لذلك لازم نحن ناخذ المبادرة ونبلش إنه نوعي الطفل قبل أساسا ما يروح وياخذ التوعية أو ياخذ هذا الشيء من المدرسة. يعني أنا مثل ما أنت عم تحكي بيان، بصراحة يعني عن جد مثل ما أنا قلت قبل شوي إنه كلامك بيستاهل أكثر من حلقة وأكثر من جزء واستفاضة كمان شوي بالكلام، لأنه بصراحة الكلام بهذا المجال بده كتير وقت وما بيخلص. ولكن صحيح. ولكن أنا بتشكرك يعني على انفتاحك وأنك أخذتينا بجولة صغيرة لحياتك الشخصية وأرجيتينا كيف أنت كمان تتعاملي مع أطفالك. وباعتباري أني أب، أني أنا حكون أب مستقبلي يعني، ففيني أقول أني تعلمت شيء جديد يعني ممكن نطبقه مع ابني إن شاء الله. تقوم المدام بالسلام إن شاء الله. الله يسلمك. بلش معك بالسؤال الأول، كيف توصفي حالك بخمس صفات بيان؟ منفتحة، طموحة، واعية إلى حد ما بالشغلات اللي تعلمتها، يعني بحاول أطبقها لحتى أستخدمها بوعي. متسرعة أحياناً، يعني بتحمس بسرعة، بحتاج أنه كتير من الأحيان أنه يعني زوجي يكون واقف جنبي ويهدي، يعني يقول لي أنه طولي بالك. يعني بتحمس أحياناً حتى بطريقة عاطفية، فأحياناً بحتاج أنه حدا يقول لي أنه هدي شوي. بتخيل أني متسرعة، ما بعرف إذا كان فيني أقول أني يعني محبة للعدل، يعني كنت أقول أنه أنا حنونة نوعا ما لما هيك فكرت للحظة ببناتي، بس بتخيل أنه حب العدل بيتجاوز تربيتي لبناتي. بتخيل أنه هيك خلصوا الخمسة صح؟ تمام، حلو كتير. يعني مثل ما بيقولوا بالألماني auf den Punkt gebracht، يعني عطيتينا يا هون أبدا بالصلب يعني. شكرا شكرا لصراحتك. طيب بيان، اذا بنرجع تقريبا 20 سنه لورا، تخيلي هلا انت مطرح مالك قاعده عندك بالبيت على الكرسي او الصوفاي اللي جنبك قاعده بيان اللي عمرها 10 سنين، شو بتحبي تقولي لها؟ في شيء بتحبي تقولي لها؟ بتحبي تنصحيها نصيحه او بتحبي تشكريها او اي شيء تاني؟ هلا اول شيء بتخيل انه بطلع فيها بقول لها ايش كبرتي ونضجتي. يعني الكبر مو يعني ما قصدي انه بالعمر، قصدي اكثر عن نضوج. بتخيل انه هي اكثر شغله، وبتخيل بقول لها يمكن انه مرقت عليكي شغلات ما كنت متخيله انه تمرق عليكي، وبقول لها كثير حلو انك بتحبي تعيشي شعورك لاخره، يعني سواء المشاعر الحزينة أو السعيدة. بحب غلطت مرة وعشت شعور حزين قطعته من نصه وعشت بعده فترة كتير صعبة، ومن وقتها يعني قعدت هيك مثل جلسة صفاء تأمل مع نفسي، واكتشفت أنه أكتر شيء يعني ممكن يعطيني حياة متوازنة هو أني أعيش كل شعور الأخير. فأنا لما بكون سعيدة
يعني عن جد بيقولوا لي انه بيان ووضوح عليكي بكون سعيده، بكون سعيده بكل شيء، يعني بكون كثير واضح علي. ولما خبر مثلا بيصدمني او بكون حزينه كمان كثير ببين علي وبعيشه كمان لاخره. فما بعرف اذا بيان الصغيره كانت متخيله، يعني متخيله انه تعيش هيك تجارب، وبالا يمكن انت ما كنتي متخيله انك تعيشي بعيد عن امك وابوك. كلام اللي عم تقولي كلام يعني شوي فلسفي، ولكن انا بحس اني قدرت افهمه، وان شاء الله يكون كمان المستمعين كمان فهموه يعني. وبتخيل انه بالنهايه الطريقه اللي عم تعيشي فيها حاليا بيان، والشيء اللي انت عم تستهدفيه هو بشكل او باخر انك انت عم تحاولي تعيشي احساسك لاخره، وهذا الشيء يعني اللي بتمنى دائما ضلك عم تعمليه كرمال ضلك، بما انك انت عم تعيشي شعورك للاخير. وخلينا نحط هذا الشيء مثلا على سبيل المثال بموضوع انك انت حابه تساعدي الناس، فانت مثل مصباح بينور طريق كتير ناس ممكن وصلت لمكان وتاهت، فممكن يشوفوا بكلامك اللي انت عم تقوليه منارة كرمال حتى يكملوا طريقهم بدون ما يكون في اي مشكلة وبدون ما يتوهوا. ان شاء الله يا ريت. طيب نجي للسؤال الثالث واللي بيقول شو هي احلى جملة، احلى مقولة انت سمعتيها قريتيها او انت نفسك ألفتيها بتقوليها لحالك وقت تحسي انه الدنيا كلها عليكي او الدنيا كلها ظلمت؟ بحب أعيش أو يعني بحب أني ضلني محتفظة بشعور الامتنان حتى باللحظات الصعبة جداً، لأني متأكدة أنه يعني عطاء الله هو عطاء وحرمانه هو عطاء، بس بصورة تانية غالباً نحن ما بنستوعبها. وما بعرف إذا في إتباع بجملة تانية، بس غالباً الأشياء اللي نحن من آمن فيها أو إيماننا بشيء، سواء كان بالله سواء كان بالعدالة أو بالأفكار اللي نحن مؤمنين فيها، لازم نحمله جواتنا كضوء يساعدنا نكمل الطريق، وما نحمله كحجر يعني يكسر ظهرنا على الطريق. يعني لما أنا بحمل ضوء ممكن أنه يساعدني، لكن لما أنا بحمل حجر غالباً أنه ممكن يكسر ظهري. بتخيل أنه هاي يعني ما بعرف، يمكن العبارة طلعت فلسفية شوي، بس اللي بدي أوصل منه هو عبارة يعني هي فكرة الانفتاح. يمكن كمان هي الفكرة بدأنا فيها، واللي أنا بشوفها كمان كلمة السر. الانفتاح هو كلمة السر اللي فينا نتحرك من خلالها. لما بنكون منفتحين فينا ننظر لفكرة معينة من أكثر من جانب، وبكل وأي واحد من الجوانب ممكن يقنعنا فينا، يعني فينا نستدل فيه فبيكون ضوء لنا. ولما بنكون يعني ما بعرف شو بدي أقول متعصبين لفكرة معينة، فغالبا ممكن تنهكنا هي الفكرة، لأن بالفعل بتكون مثل حجر بيكسر ظهرنا. صار كتير جمال هدول. ومنكم نستفيد، فيني أقول يعني بالنهاية ما مو مشكلة، يعني أنا بطلب جملة واحدة، ولكن إذا في أكثر من جملة فما في مشكلة يعني بالنهاية. أنا تفاجأت بالسؤال صراحة، ما كنت متخيلة، يعني لو عارفاني كنت مثلا فكرت، بس يمكن هيك أحسن طلعت تلقائية أكثر وعفوية أكثر. تماما 100%، ومثل ما بيقول مثل زيادة الخير خيرين، فكله بركة ما في مشكلة. فأنا بتشكرك كتير، وحابب أترك لك الكلمة الأخيرة يعني قبل ما ننهي الحلقة، وقل لك أنا حاعطيك الموبايل العجيب يلي من خلاله فيك تبعتي رسالة SMS لكل الكرة الأرضية. فشو الرسالة اللي بتحبي تبعتيها لكل شخص على الكرة الأرضية يقراها؟ إذا بدي وجه رسالة للكرة الأرضية، بتمنى أنه كلياتنا كبشر نتحلى بالشجاعة والانفتاح لنقرب لبعض أكثر، ونعرف أنه قيمتنا بتجي من إنسانيتنا. وبتمنى أنه الإنسان يتوقف بقى عن ظلم الإنسان الآخر. هاي هي رسالتي، ويمكن فيني أختم بكلمة واحدة لك أنه شكرا كتير لك عامر. بتشكرك من كل قلبي بيان، كثير، وبتمنى لكل المستمعين استماع لطيف. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وبتمنى لكم كل الخير والسلام. وهلا بقول لكم
سلام. عجبتك الحلقة وانت حابب تدعم القناة؟ إذا انت بتسمع القناة على أبل بودكاست أو آيتونز فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة، وهذا الشيء بيساعدنا كتير كرمال إنه دائما تكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عالم. أنا رح أكون شاكر لك طول العمر إذا بتاخد دقيقة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة. بتشكرك كتير من قلبي. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا.